ألف مبروك يا خالتي. أمر والله أمر. جرى إيه؟ جرى إيه؟ ستات أنتوا هتفضلوا قاعدين ساكتين كده ولا إيه؟ يا خالتي ملهاش جمال عندكم، بتسمعونا الزروطة. انا كده بتكسف يا اختي. بتتكسفي؟ معلش يا حبيبتي، اول مره بس، بعد كده زي شركه الدبوس. هو المأذون خلص ولا لسه؟ شكله خلص يا خالتي. طب وهي انهار ما جاتش عشان تقول لنا ليه؟ زمانها جاي. اتدحرج واجري يا رمان. انا على حجري يا رمان، ده انا حجري حنين يا رمان. ياخدك يمين يا رمان يا رمان. واحده بالليل الساعه واحده، طالعين غيشه نازلين بسم الله الرحمن الرحيم. ما تاخذنيش يا حاج، انا حاسه ان انا داخله المكان لاول مره. حسنات، الشقه دي بقى بتاعتك وانا هنا مجرد ضيف عندك. على فكره انا عملت فيها شويه تغييرات، يا رب تعجبك. البيت بيتك يا حاج، وانا لو ربنا كتب لي اعيش فيه هيبقى بنفسك فيه. الله الله على الكلام الحلو قوي ده. وانت الله الله على جواباتك الحلوه يا حاج. اسكت يا حسنات، ما تفكرنيش. انا اليوم كنت اتصور نفسي انك تجيب جوابات زي العيال الصغيره. ولا انا يا حبيبي كان لازم تتفرج عليا وانا ماسكه الجواب وايدي بتترعش زي الطلبه بتوع المدارس. تعرف يا حسنات، الظاهر ان الحب بيفرغ العمر وبيرد للقلب شبابه وبيحل الدنيا قصاد عين صاحبه. الله ايمان. الله لا بلاش الفرهرة. الله على شقتك الحلوه كده. فرهرة ملهاش لازمه بالراحه. اصل شقتك واسعه. أيوه. وجميله. طيب يا حبيبتي. وبرحه. ايوه. وتحس ان ريحه خفيفه. طب انت مالك؟ جارك ايه؟ لا زي ما تقول كده تنميله خفيفه شويه. دختي شويه اهو. ده المطلوب يا حبيبتي. طب اقعدي. طيب اقعدي على مهلك. ربنا يريح لك دنيتك يا حبيبي. يا حسنات، مين كان يصدق اننا هنبقى لبعض؟ صحيح يا منعم، مين كان يصدق؟ قال على راي المثل، ما محبه الا بعدها. اوعي كمليها، ازعل منك يا حسنات. ها اوعي كمليها. احنا عمرنا ما كان في بينا عداوه، احنا كان في بينا غشاوه عين، بس الحمد لله الحمد لله ربنا نور بصيرتنا. ربنا يديم بينا المحبه يا حاج. ونعم بالله. حسنات. نعم حسنات. نعم حسنات. نعمين. هما في كلمتين محشورين في زوري نفسي اخلص منهم دلوقتي من اولها. كلمتين ايه دول يا حاج؟ ما تقوله. حاول صدقيني يا حسنات، انا عمري عمري ما اكلت حق اخوي. هو ده وقته برضه؟ هو ده وقته يا حسنات، هو ده وقته. وعمري عمري ما فكرت أذي حد غير ولاد أخويا. وطول عمري كان نفسي نفسي قوي ألم شمل العيلة دي. أنا عارفة ومتأكدة، بس ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. حسنات، أنا وأخويا كنا بنحلم كتير كتير قوي، بس ما حققناش حاجة. عارفة ليه؟ لأننا دايما كنا خايفين وبنبص تحت رجلينا. صدقيني يا حسنات، الخير اللي احنا فيه ده كله اللي عمله فواز. ايوه، فواز هو اللي كبر الورشه وخلاها مصنع، هو اللي عمل الفلوس دي كلها، هو اللي اشترى وباع اراضي، هو اللي خلى حاجه اسمها الصياد. ربنا يكرمه ويفتحها عليه دايما. على فكرة أنا قلبي راضي عنه بعد اللي عمله مع عيالي، ومرضيش يبلغ عنهم البوليس ومرضيش يأذيهم. ده غير كمان إنه مراعي بنتي ومهنيها ومستتها. واللي فوق ده كله بقى
انه يبقى ابنك يا حاج. الله 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 الله، افهم من كده انك راضيه عني يا حسنات. ربنا يرضى عنينا كلنا يا رب. الله الله الله. ايه الله ايه، هنقضيها كلام في الصالة هنا ولا ايه؟ ما هو لا مؤاخذة، أصلي مش واخدة على المكان. لا طيب ما تاخدي يا أختي، قومي 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 يا عروسة، يلا خطي برجلك اليمين بس السم في الأول، ها؟ يلا يا حلوة، وهتلاقي نفسك واخدة راحتك على الآخر، يلا. حتف تاتك خطي الحتف، تاتك خطي الحتف. ايه ده ايه ده ايه ده، الله ما بتقولي مش واخده على المطرح ليه؟ ما انت حافظه المطرح اهو يا حسنات. تعالى دور عليا انا مستخبيه. مستخبيه ودور عليكي؟ الله ايه الفرهده اللي هنبتدي فيها دي بقى اللي على الفاضي. حسنات حسنات، طب سيب النور مولع. يعني ما كانش ليهم لازمه الكلمتين البايخين دول، كانوا محشورين في زوري، قلت اخلص منهم. برضو ما كانش في داعي تمشي متقدر على المسا كده. اكيد انا ما قصدتش كده، اصل فواز ابني ده ساعات يشطح وينسى اللي انا ربيته عليه، وانا بقى على قد ما بقدر احاول المه تاني واخليه فوق، ولو اني ما بقدرش على طول. هو كان بيعمل المدرسه دي ليه؟ مش عشان ولاده؟ يبقى من حقه يختار على مزاجه، دي فلوسه وهو حر فيها. وكان عنده حق لما قال ان نيته كانت سليمه، بس الحياه مش نوايا وبس، ما ينفعش يلوي دراع الخلق عشان يحقق اللي في دماغه. مش ده اللي انا ربيته عليه ولا ده اللي احنا تربينا عليه؟ طب عشان خاطري انا عندك يا منعم، الراضي بكلمتين حلوين. الله 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 الله، والله جه الوقت اللي بندافع فيه عن فواز. سبحانك يا رب. اخسى عليك يا منعم، هو انت لازم تفكرني؟ طب فكريني انت بقى. افكرك بايه؟ باللازم والله. لا 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 مش كده، لا مش كده. امال ازاي؟ كده؟ لا 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 مش كده يا حاج انت. طب استنى هقول لك حاجة. انا حاطف النور، ثانية واحدة. بس بقول لك ايه؟ وقعت في النور من هنا وتستخبي من هنا زي ما بتعملي وضيع علينا في التدوير عليك. لا لا بس ادفي. اوعى يا حسنات. ادفي انت. ادفي بقى. ادفي ادفي. ايه ده؟ حسنات. رحت فين يا حسنات؟ حسنات حسنات، دي بقى الفرهضه اللي على الفاضي كده راحت خالص. اي خوفي لا تطلع سايب واصحى لقيت متجوز عليا، قال على راي المثل العرق يمد لسبع جد كده. برضه حسنات وطوعك لسانك. طب هو واد عينه زايغه، اتخذ انا بذنبه ليه؟ مش انت برضه اللي نفضه من ظهرك؟ مش انت برضه اللي مدلعه؟ يا حسنات يمكن يكون عندك حق، انا برضه مسؤول عنه، شايل من الذنوب كتير، بس انا هعمل ايه؟ أنا لما لقيت عينه زي على كل واحدة بيشوفها قلت أخليها بالحلال بدل ما يغضب ربنا، كنت فاهم إنها مسألة وقت وهتعدي، كنتش عارف إنها بقت داء في دمه. الله، أمال أنا جوزته أنهار بدري ليه؟ وبنتي يا أخويا ما تتعيبش، دي ست الستات. ابنك يا أخويا اللي عينه زايغة عامل زي القرع يمد لبره. وليه ما تقوليش زي الشجرة؟ واقف صالب طوله عشان يضلل على غيره. حسنات ما تنسيش اننا كلنا عايشين في خيره، فمش كتير عليه بقى لما نبلع الغلطة ولا اتنين. يا ريتهم يبقوا غلطة ولا اتنين، دول كتير قوي ولسه ياما في الجراب يا حاوي. بمناسبة الحاوي اسكتي.
الحاوي الليلة لو يعمل استعراض. يلا بينا. ايه مش هنتفرج على الفيلم يا ستي؟ الفيلم بيجي كل يوم، انما انا مضمنش الحاوي. يلا يلا استنى. طب والعشاء؟ نفطر بيه بعد ما نتفرج على الحاوي. يلا عليك يا حاج وعلى حركاتك دي.